إنها الجنازات التي لا تنتهي هنا بمدينة جنين. هنا ببلدة جبع إلى الجنوب من المدينة انطلقت جنازة الثلاثة الشهداء الذي أطلق عليهم جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص صباح هذا اليوم خلال تواجدهم داخل مركبة. الشهيد سفيان فاخوري ونايف ملايشة وأحمد فشافشة قضوا برصاص الوحدات الخاصة عندما طاردهم. يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الشهداء الثلاثة هم مسؤولون بشكل مباشر عن الانخراط بعمليات إطلاق نار باتجاه الحواجز العسكرية ومستوطنة حومش القريبة من الموقع. تؤكد الكتيبة كتيبة جبع سرايا القدس على الاستمرار في المقاتلة ومشاغلة الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة القادمة متوعدة بالرد على جرائم الاحتلال. الصيحات الغاضبة تطالب بالرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة والاستمرار بحالة الوحدة الفلسطينية للتعبير عن كل هذا الغضب دون التعويل على مواقف المجتمع الدولي الذي لم يوفر الحماية. الخارجية الفلسطينية تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي بات مؤمن ومحمي بضوء أخضر في ظل الإفلات من العقاب ومحاسبة القتلة. الأوضاع الميدانية متوترة سيما مع ارتفاع أعداد الشهداء منذ بداية هذا العام إلى 70 شهيدا، 31 شهيدا فقط بمدينة جنين، بينهم 14 طفلا وسيدة فلسطينية. يبقى الباب مفتوحا لاستمرار دوامة العنف والتوتر والتصعيد ولربما الانجرار أكثر باتجاه المواجهة الشاملة.